واضح ان بهاء سلطان ما بقاش مسالم وكيوت خالص زي ما كنا فاكرين. الواد ما بقاش قلبه بيوجعه ولا عايز حد يدلعه، بقى مصمم ياخد حقه بطريقة فيها معلمة كده مع منتجه السابق نصر محروس. عمل اغنية في اول تعاون ليه مع روتانا تحس انه بيرد فيها على اغنية تعالى دلعك اللي فرضها عليه نصر محروس عشان يبان انه بيعتذر له قبل ما يسيب الشركة. بهاء طلع في اغنيته الجديدة لابس ابيض فابيض كأنه ملاك، او تحسه عايز يقول في رسالة من تحت لتحت انه نضف خلاص، والكلمات كانت رسالة واضحة قوي بكل معاني التلقيح اللي اتجمعت فيها. دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين ومعاكو، فجأة الشو اهو جابكو، طب ايه كان مشاكو. تحس بهاء الطيب الحنين قلب على الوش التاني وبيقول لمنتجه السابق دلوقتي يا نصر حلوت في عينيك، اديني مضيت مع روتانا اللي هينجموني ويعوضوني عن سنين الشقة اللي شفتها معاك. ودي الحقيقة، نصر كان راكن بهاء عرف، والغريب ان بدل ما يتلم عليه التراب ويتنسي الناس كانت بتكتب عنه وتسأل عليه عشان محدش كان عارف يملى مكانه. اللي حصل ان بهاء كان قاعد في البيت حوالي 9 سنين بعد خلافاته مع نصر محروس، ونصر ما كانش عايز يعامل بهاء معاملة النجوم اللي بياخدوا الحق المادي والمعنوي بشكل يناسب اللي حققوه للشركة. وبهاء بالذات كان عمود شركة نصر محروس بعد ما شيرين وتامر مشيوا من عنده بعد ما دفعوا الشرط الجزائي وكل واحد حسب طريقته. شيرين شكست شوية، وتامر عمل صفقة مع نصر انه يمضي مع محسن جابر سنة وبعدين يرجع له تاني يعمل ألبوم وخلاص، مش سهل تيمو برضه. أما بقى بهاء سلطان هو في الحقيقة أطيب مطرب ممكن تشوفه في حياتك، وكل الناس خدت بالها إن الراجل اللي صوته بيحرك المشاعر ويرقص الحواس بأغانيه ما كانش عارف يجمع كلمتين على بعض وهو طالع مع إسعاد يونس ومتبرجل خالص. وهو ده سر بهاء، إنه مطرب حلو لكن كإنسان مش بيعرف يلف ويدور ويخلص نفسه، عشان كده لما وقع عقد مع نصر محروس طول قوي تحت شروط عقود الاحتكار. ولما دخلت إسعاد يونس في الصلح بينهم كان واضح إن بهاء مش على راحته خالص في القعدة، ونصر محروس هو اللي مسيطر عليه حتى وهو بيسيبه. راح جايب عزيز الشافعي وعمل أغنية تعالى دلعك اللي كلماتها كان باين قوي منها إن بهاء بيعتذر لنصر محروس وبيقول له حقك فوق دماغي وحقك عليا وانزل لي وكده هون. الغريبة إن الناس كلها حست بحكاية إجبار بهاء سلطان على الأغنية دي رغم إنها نجحت قوي، بس الناس ما كانتش راضية عن وجود نصر محروس في الكليب. دلوقتي بهاء عمل أغنية فاصلة في حياته بيرد بيها على اللي فات وبيستعد بأغاني تانية عشان اللي جاي. الغريب إن اللي عمل الأغنيتين اللي بيردوا على بعض هو عزيز الشافعي اللي كسبان من ناحيتين.